بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أبنائي وبناتي، إخواني وأخواتي، طلاب التعليم عن بعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، يسعدني أن ألتقي بحضراتكم في اللقاء الثاني من اللقاءات الحية لمقرر البحوث المحاسبية المستوى الثامن شعبة المحاسبة. إن شاء الرحمن في هذا اللقاء سنتناول ونستعرض فيه سويا إلى بعض النقاط الموجودة في الفصل الأول، ألا وهو بعنوان طبيعة وخصائص وخطوات البحث العلمي. لا ننسى أن الهدف الرئيسي من دراسة هذا المقرر هو مساعدة أبنائي وبناتي الطلاب على كيفية إعداد بحث علمي، زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، How to do a scientific research، كيفية إعداد بحث علمي. المفترض لو أنا عايز أعمل بحث علمي، والمفروض البحوث العلمية دي لها أنواع ولا لا؟ يبقى عايزين نعرف أنواع البحوث العلمية. طب النقطة الثانية، هو المفترض البحث العلمي ده له تعريف ولا ملوش؟ تعريفه إيه؟ وما هو الغرض من وراء إعداد البحث العلمي؟ في غرض ولا مفيش؟ وما هي الخصائص المميزة للبحث العلمي؟ بدي نقاط عايزين نتناولها في لقائنا اليوم بمشيئة المولى عز وجل. طبعا بالمناسبة أول جزئية خالص قبل ما أقول تعريف البحث العلمي والكلام من ده، والبحث أصبح مهم وأنه ما يعتبر من القضايا العصرية التي نالت يعني اهتمام شديد بالنسبة لإيه لبلدان العالم، والدليل على ذلك خلينا بقى نربط البحث العلمي بواقع الحياة العملية، الواقع هذه الأيام، يعني ربنا يعافي يا رب الأمة الإسلامية والعربية جميعا يا رب، ويحفظنا جميعا بإيه بكرمه وعطفه، وأن يشملنا برحمته يا رب العالمين. يعني فيروس كورونا المنتشر في الصين حاليا، وماله مال البحث العلمي يا دكتور؟ يعني ده في صميم هذا الموضوع، في صميم البحث العلمي، يعني المفترض العلماء دورهم الرئيسي يجب أن ينصب على دراسة هذه المشكلة وهذا الوباء وهذا الفيروس. ليه؟ علشان يقدروا يتوصلوا إلى مصل وإلى علاج لهذا الفيروس. يبقى دور العلم هنا إيه المفترض، ودور البحث العلمي إيه؟ في مشكلة معينة، وبالتالي المشكلة دي بتؤرق الباحث أو مجموعة من الباحثين، فعايزين يدوروا لها على حل. طب نقول مثال مبسط جدا، ايه هو؟ هنفترض ابنتنا عبير، طيب في البيت بتعمل ايه؟ فاتورة الكهرباء جات لها مرتفعة. طب نقعد بقى نشتكي، والله ده الكهرباء وجاية والفاتورة و ثانية واحدة بس، ثانية واحدة من حاجة ربنا يكرمك. لما واحد يجي يتكلم معايا كده اقوم قايل له ايه؟ واحدة واحدة كده ابني، بس لو سمحت قبل ما تتكلم على القصة دي كلها. قال لي، قلت له نبدأ بنفسك الأول. قال لي، قلت له هو اسبابها ايه؟ اصله والله الاسعار، واصله واصله واصله. قلت له سبته يتكلم بعد ما اتكلم. قلت له بقول لك ايه، نعم. قلت له هو انت بتسيب نور انوار الشقه كلها يعني شغاله؟ قال لي اه. قلت له ليه؟ قال لي ليه؟ ما انا بعمل كده. قلت له مفيش حاجه اسمها بتعمل كده، ده ساعات انا في المسجد وانا بصلي وخارج، طالما احنا صلاه الظهر مثلا. طب الانوار ما هم طفيها؟ فالشيخ يقول لي يا دكتور، اقول له عم الشيخ ربنا يكرمك، يعني مع الانوار خلاص احنا في صلاه الظهر والناس خلصت واحنا خارجين ما نطفي. الغرض برضو من الموضوع ايه؟ نوع من انواع ترشيد التكاليف. يبقى لو انت بتشتكي دور على سبب، اعمل دراسه، شوف اسباب المشكله ايه عشان تقدر تطلع الحلول المناسبه والملائمه. انا ليه بقول المثال ده؟ لان المثال ده ممكن يكون في احدى الشركات مثلا اللي احد ابنائي وبناتي ممكن يشتغل فيها، ويقول لك والله ده احنا في مشكله بتؤرق الشركه ونريد ان نبحث عن حل. فهنا تأتي مهمة البحث الايه؟ العلمي. ولكن ما زال البحث العلمي في حقيقة الأمر يعاني كثيرا من العقبات والمحددات التي تؤثر بشكل كبير في نوعية وكمية البحوث المقدمة.
نوعية البحوث اللي بتقدم دي، هل المفترض البيئة بتستفيد منها ولا ما بتستفيدش منها؟ كما أن قلة الاستفادة من البحوث التي يقوم بها الأكاديميون أساتذة الجامعة، ممكن لما بيجي يعمل بحث مثلا، أنا لو عملت بحث وحسيت إن مفيش أي استفادة ببقى في نوع من أنواع الإحباط يعني الزعل كده زي ما بيقولوا النفسي والتأثير النفسي، وبالتالي ممكن تخلي الواحد إيه يحصل عنده إيه عزوف، ماشي كده عزوف يعني إن نفسه بتصد كده خلاص، يعني خلاص أنا طالما بعمل أبحاث وما بيتمش الاستفادة منها هعمل ليه؟ وبالتالي يبقى دي قد يكون ذلك عاملا الى العزوف عن اجراء الدراسات والبحوث عند بعض هؤلاء الاكاديميين. ولكن تاتي مهاره كتابه البحث العلمي كعقبه كبيره عند الكثير من الباحثين. حط تحت الجمله اللي انا قلتها دي 100 خط يا دكتور. مهاره كتابه البحث العلمي، هو كتابه البحث العلمي لها مهارة يجب أن تتصف بها؟ طبعا. مهارة ازاي يعني؟ يعني المفترض المهارة دي يعني تبقى موجودة عند أي حد فينا، ما عشان كده نقول والله ده باحث كويس، ده لا ده باحث ضعيف، ده باحث متوسط، ده ما يصلحش للبحث العلمي وهكذا. يبقى مهارة كتابة البحث العلمي بتظل عقبة كبيرة عند الكثير من الباحثين، فبالرغم من أن العديد من الباحثين لديهم قدرة ومهارة في تصميم الإعداد والإشراف على البحوث العلمية، إلا أنهم يفتقدون إلى مهارة إخراج هذه البحوث بالطريقة السليمة والمتقنة حتى يمكن نشرها في مجلات علمية ذات مستوى جيد ومستوى رصين. ومن أسباب ضعف كتابة البحث العلمي الضعف في أساسيات الكتابة العلمية بالإضافة إلى قلة الممارسة، لأن ممكن أي حد يجي مثلا عايز يعمل بحث وينشره في مجلة عالمية على سبيل المثال. طيب ما انت هتنشره في مجلة عالمية، المجلة دي اللغة الأصلية بتاعتها ايه؟ والله ده اللغة الأجنبية، يبقى لازم تكون متمكن من قواعد اللغة الأجنبية عشان تعرف تكتب بأسلوب كويس، مش كده ولا ايه؟ زي بالظبط لما اجي اعمل بحث وقلت قبل كده عملت بحث جيد جدا ولين عملت بحث فوق الممتاز وحطيته في الدرج عندها في المكتب، طب ما خلاص ملوش لازمة لانه لم يرى الى النور، ما خرجش الى النور. فعشان كده اول البداية بقى بالنسبة لنا ابنائي وبناتي الافاضل كيفية الحصول على فكرة بحثية، نكتبها بقى كده مع بعض اهو، كيفية الحصول على فكرة بحثية، ده كأنه سؤال يعني حد ممكن يجاوب؟ انا ممكن اجيب فكرة بحثية ازاي؟ يعني لو بفكر في موضوع معين ولا فكرة معينة يعني ازاي اجيبها منين او تجي لي منين؟ يعني هنام كده واصحى اقول والله انا عايز اعمل بحث كذا مثلا ولا ايه يعني، او عايز اشتغل في موضوع كذا ده فاضل. يمكن فكرة موجودة من قبل يعني واتطور منها ديت واضحة الدوسري، جزاك الله خيرا تمام، وهي قالت لابد من وجود مشكلة تمام. غالبا يصير البحث يواكب اللي صاير في الواقع الحقيقي. ايوه كده ممتاز، ربنا بسم الله ما شاء الله عليكم يعني اهو، ايوه كده شكلكم كده ودفعة مميزة ومجموعة مميزة. يعني اعتقد انا درست لكم نظم معلومات محاسبية يعني ان لم تخن الذاكرة، لان المفترض انتوا اكيد درستوها، ولا في حد منكم لسه ما خدش نظم معلومات محاسبية؟ للحين ما اخذتوها. لا يلا صار بقى عشان ترجع مع العبد لله ان شاء الله الرحمن باذن الله، يعني يكون في نصيب ودرسها لك ان شاء الله يعني باذن الله. طيب نرجع بقى نقول بقى عايزين نتكلم في المنهج بتاعنا. طيب قبل ما نقول بس تعريف البحث العلمي اللي الكل عايز يتكلم فيه، لا انا عايز اسال السؤال ده مهم لازم يكون في ذهنكم، يقول لك ايه؟ ان شاء الله ربنا يكرمكم ورب جميعا التوفيق ان شاء الله ابنائي وبناتي الافاضل. يعني هو انا لو عايز اعمل فكره بحثيه لازم السؤال كده يبقى بالترتيب، لازم يكون عندي اول حاجه رقم واحد هناك سمات شخصيه يجب ان تتوافر في الباحث، صفات شخصية طبعا
الراجل ده يعني ازاي؟ يعني انا عشان اعمل بحث بامانه فعلا يعني يعني مش عايز اقول لفظ يعني يعني نقول لفظ شيك كده وجايب يعني بيطلع عينيا يعني؟ لا بيطلع عينيا اه طبعا اكيد يعني مش بيطلع عينيا بس يعني يعني اكيد بيبقى ببذل فيه مجهود وتعب وارهاق نفسي ومادي ومعنوي وممكن يجي على حساب البيت والاولاد والاسره و... اه طبعا كل ده ما دي من ضمن مشاكل البحث العلمي. فعشان كده في سمات شخصيه يعني، يعني عندك صبر ولا ما عندكش؟ فصارت تقول يعني ايه عندي صبر يعني ولا ما عنديش؟ يعني انت ما تيجي تشارك في الرساله مثلا رساله الماجستير طيب والدكتور احمد ده المشرف عليك وجبت لي مثلا الشابتر الاولاني قلت لك بعض الملاحظات عملتيها، بعد ما عملت الملاحظات جبتيه تاني قلت لك في ملاحظات تاني، ايه ده؟ هو الدكتور ده كل شويه يقعد يضايقني بقى ويقعد يطلع في ملاحظات وكيت وكيت وكيت، ايه ده؟ انا عجبني اول مره شغل يعجبه. هي دي الفكره، انت عندك صبر ولا ما عندكيش؟ لازم يكون الباحث يتمتع بصفات شخصيه من ضمنها الصبر. اه طبعا يقول لك الصبر والمثابره. وايه كمان؟ وان يتسم بالتواضع. يعني ايه يتسم بالتواضع؟ والله اصل الدكتور احمد ربنا كرمه في الماجستير وكان عامل رساله تعتبر اول موضوع واول رساله في هذا الموضوع. طيب تمام، ده عندكم يا دكتور في مصر ولا في الوطن العربي؟ لا في الوطن العربي. طب والله ده شيء طيب، طب ايه المشكله يعني؟ ماشي يعني انا اسف في التشبيه يعني ما جبتش الديب منديل ويعني ما عملتش حاجه يعني معضله يعني على مستوى العالم، ايه المشكله يعني؟ الحمد لله رب العالمين. طيب ده شيء طيب ويحسب يعني الواحد، اه الواحد بيبقى فخور وفرحان ومبسوط. مش همشي بقى سعادتك كده يعني مختلا فخورة يعني ابقى عمال بقى مغتر والعياذ بالله يعني، لا بالعكس. كل ما الباحث المفترض بيزداد علمه يجب ان يزداد او يكون اكثر تواضعا. والجملة الشهيرة والحكمة او الحديث يعني من تواضع لله ايه؟ من تواضع لله رفعه. ده المفترض كلما ستتواضع ربنا سبحانه وتعالى سيرفع من مكانتك ومنزلتك و الى الكلام. يبقى معناه ان انت يجب ان تتسم بالايه؟ بالتواضع. ايضا من السمات الشخصيه المهمه ان يكون هناك تعاون. عشان كده دايما احس طلابي حتى في الايه؟ في يمكن يعني المقر ده لما بدرسه لطلابي مثلا بقول لهم انا عايزكم لما تيجوا تعملوا بحث مثلا اه طيب في حاجه اسمها الابحاث المشتركه، عايزكم تبقوا متعاونين اثنين مع بعض. ليه؟ عشان يعملوا البحث، عشان اخلق نوع من التعاون ما بينهم. اقول لهم مثلا انتوا عاملين جروب على الواتس مثلا اه بحيث ان انتوا كلكم تبقوا متعاونين، عايز مثلا لو العدد كبير مثلا ساعات اقوم اقسمهم مثلا اقول لهم ايه؟ طب انا عايز كل اربعه مع بعض، والاربعه دول انا عايزكم تبقوا متعاونين، ما يجيش واحد يعمل الشغل والباقي يتكل ويتوكل عليه. لا لازم يكون في تعاون، التعاون حتى التعاون علمي، تعاون غير علمي كمان. واحد من زمانك طلب منك حاجه تشرحها له ما تشرحهاش طالما ربنا يوصلك وقدرت تفهمها. واحد طلب منك مساعده، يمكن احد مثلا بعض الباحثين لما يطلب مني حاجه والله في وانا بعملها بحاجه شخصيه فعلا بامانه يعني، ممكن باحثين يطلبوا مني خدمات مثلا وانا ما اعرفهمش وبقدمها لهم بعملها طالما انها في استطاعتي. بس بقول لهم بصراحه بامانه عشان اكون امين معاكم يعني بشترط عليهم شرطين. شرطين؟ اه. ايه الشرطين دول يا دكتور؟ اول حاجه انه دايما اقولها كده حتى يعني انه ما ينساناش بصالح الدعاء بظهر الغيب، ده رقم واحد. رقم اثنين انه لا يتاخر عن مساعده الاخرين خاصه اذا كانت المساعده المطلوبه في استطاعتك. يبقى زي ما انت ما ربنا سخرني ان انا ايه؟ اقدر اساعدك واقف جنبك واعمل معاك الحاجه دي واخلص لك ايه الخدمه اللي انت عايزها، يبقى لو ربنا برضو سخرك انك تكون سبب في خدمه الاخرين ما تتاخرش نهائيا يعني. وده فعلا نفسي يبقى حتى نابع من جواكم لان الاسلام يحثنا على ذلك الحمد لله رب العالمين يعني على نعمه الاسلام. فاذا هناك سمات شخصيه بشكل عام يجب ان تتوافر في الباحث علشان نقول عليه انه باحث ايه؟ طبعا بالاضافه الى مين بقى؟ الى الامانه. ودي من اهم الاشياء وهنبقى نتعرض ليها بالتفصيل بعد كده، انه يكون امين اه طبعا عشان ما يجيش ياخد بحث الدكتور احمد وينسبه الى نفسه، فيبقى ما فيش تشبيه ولا لفظ تاني، اسف في الكلمه، هو اسمه ايه؟ حرامي اهو على طول، فنقولها بقى لفظ علمي امتحان علمي. فعشان كده المفترض دي كلها سمات شخصيه، الصبر والمصابره، التواضع، التعاون، الامانه. طيب خلاص دي الصفات موجوده يا دكتور الحمد لله رب العالمين فينا، نعمل ايه تاني؟ النقطة الثانية رقم اثنين تحديد مجال الاهتمام البحثي. اكتبها لحضراتكم، تحديد مجال الاهتمام البحثي. يعني ايه تحديد مجال الاهتمام البحثي؟
قاعدة والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخي. طيب ما أنا بقول لكم عشان كده الدين الإسلامي فعلا بيحثنا على حاجات جميلة جدا والله بجد فعلا. بس للأسف الشديد والله يا سارة يعني تلاقي واحد مثلا يجي يشتغل في بحث ولا حاجة فتلاقي عمال يتكتم كده ويقول لك إيه، ودايما بقى القاعدة استعينوا على قضاء حوائجكم بالايه؟ بالكتمان. طب صح ماشي اوكي، مش لازم انشر كده وطول ما انا ماشي في الشارع والله انا شغال في بحث كذا شغال في بحث كذا. بس ده ما يمنعش ان ممكن والله ايه؟ حد طلب مني مشوره على الاقل او طلب مني مراجع، طالما انا موجوده عندي ايه المشكله يعني؟ فلو طلب مني اي حاجه انا بقولها لك خديها قاعده وطبقها في حياتك بشكل عام، طالما ان ربنا ده انا مش عاوز مش فاكر الحديث يا ربي فيها معناه يعني اللي هم الذي يسعى لايه؟ لمصلحة الاخرين يعني، وان ربنا كأنه بيخليك انت سبب في قضاء حوائج الناس، فافضل يعني انا مش فقير في الدين يعني، بس افضل فعلا من انك تقعد وتعبد واو والكلام من ده، لا ففعلا ده حقيقي يعني انك تسعى لخدمة الاخرين وقضاء حوائج الناس، فعند ربنا سبحانه وتعالى فعلا منزلة تبقى كبيرة. فللاسف يعني احيانا ساعات نلاقي الناس ما بيطبقوش الكلام ده يعني، فعشان كده نقعد نحث الباحثين ونشجعهم على حته ان يبقوا متعاونين مع بعض من ضمن الصفات الشخصيه يعني. طيب نرجع بقى للجزئيه الثانيه، تحديد مجال الاهتمام البحثي. يعني ايه تحديد مجال الاهتمام البحثي؟ اولا المجال الاهتمام لنا كلنا، لان يمشي احدكم في حاجه اخي خير له من ان يعتكف في مسجدي هذا صلى الله عليه وسلم، بس اهو مش كده ولا ايه؟ فيعني ما كنتش عايز اقولها لان انا بس يعني ما بحاولش يعني لازم ابقى مطلق بنسبه 100% يعني، فانا والله ما كنتش فاكره بالنص يعني، ربنا يكرمك بنات ونصارى يعني. طيب كلمه ده كلمه يقول لك ايه؟ تحديد مجال الاهتمام البحثي. يعني انا دلوقتي ها صار دي تقول لك ايه؟ ما احنا يا دكتور المجال بتاعنا المحاسبه، قلت لها صح مجالنا يبقى ده كده اسمه ايه؟ بس انا ما اقصدش مجال الاهتمام البحثي مجال المحاسبه. قالت لي ما تقصد ايه؟ قلت لها اما اقول تحديد مجال الاهتمام البحثي ده انا لو اقولها لو انا عامل ندوه في الكليه يبقى لما اقول دي اقصد من وراء ذلك هل انت تخصصك اداره ولا اقتصاد ولا محاسبه ولا كاحصاء ولا طب ولا جغرافيا ولا كذا؟ لا حاضر لسه مش مذكره دلوقتي يا صاح. او انا ايه؟ انا بقول بس مقدمه كده نفهمها وبعد كده اخش على الكتاب اللي هو التعريف العلمي بالبحث، التعريف بالبحث العلمي تمام. بس دي مقدمه مهمه كده لازم نبقى عارفينها في الاول تمام عشان نعرف نختار الابحاث بتاعتنا ازاي. يبقى تحديد المجال الاهتمام البحثي الذي اقصده هنا ابنائي وبناتي الافاضل، والله بقى ده ممكن ساره تبقى بتحب المراجعه، لا والله الدكتور احمد بيحب التكاليف، لا ده الدكتور احمد بيحب المحاسبه الماليه، لا ده فلان بيحب البنوك، لا ده فلان بيحب الضرايب، لا ده فلان بيحب مش عارف كذا، لا ده فلان بيحب كذا. يبقى معناها ايه؟ في مجال المحاسبي. يبقى تحديد المجال الاهتمام البحثي في تخصص المحاسبه اي فرع دقيق. ها عشان كده لما يجي حد من ابنائنا وبناتنا يقول لك والله يا دكتور عايز اعمل سياده ماجستير، اقول له طيب شوف انت الموضوع اللي انت عايزه، اقول له شوف المجال، انت يا ابني حابب ايه الاول؟ عايز تكتب في المراجعه ولا المحاسبه الماليه ولا الضرايب ولا تكاليف؟ يقول لي يعني يا دكتور انا بحب المراجعه، اقول له طيب يبقى دي اول جزئيه حددت مجال اهتمام البحث. نيجي على النقطه اللي بعدها، ايه بقى في المراجعه؟ يقول لي يعني ايه؟ اقول له يجب عليك تحديد اهو تحديد مصادر الحصول على الافكار البحثية. يعني ايه تحديد مصادر الحصول على الافكار البحثية؟ ابني او بنتي قالوا لي احنا خلاص يا دكتور انا هشتغل في مجال المراجعة، قالوا له طيب تمام اوكي في مجال المراجعة، دلوقتي هتشتغل ايه في المراجعة؟ في مراجعة داخلية وفي مراجعة خارجية، داخلية وخارجية. طيب انت هتاخد ايه؟ يقول انا عايز اخد مراجعة خارجية، قلت له تمام المراجعة الخارجية عايز تتكلم في ايه؟ يقول لي اتكلم في ايه؟ اقول له اه هتاخد ايه في مجال المراجعة؟ يبقى لازم تحدد مصادر الحصول على الافكار البحثية ليه؟ عشان يقدر يحدد فكرتين او ثلاثة على الاقل. فاقول له انا عايزك بقى تروح تطلع على ايوه هتطلع على مين بقى؟ ايوه الخطوة اللي بعدها اللي هي تحديد مصادر الحصول على المقالات المتعلقة بكلمات البحث المحددة. يعني اقول له مثلا ازاي؟ انت عايز تعمل ايه بقى في 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 مجال المراجعه مثلا؟ يقول والله في مجال المراجعه دكتور طب انا دلوقتي ايه في مصطلح اسمه المراجعه المشتركه،
اقول له تمام. يقول لي في تغيير المراجعه، اقول له تمام. يقول لي مثلا مراجعه التنميه المستدامه، اقول له تمام. يقول لي مراجعه التقارير المتكامله، اقول له تمام. او يقول لي مثلا دور المراجع تجاه الاقصاء عن المسؤوليه الاجتماعيه. طب يا ابن الحلال دول كده حوالي خمس افكار، دول خمس افكار، الخمس افكار دول محتاجين نعمل لهم عمليه غربله مصفى مصفى. اه طبعا زي الايه الفلتر كده اللي بيبقى بيتركب في الحنفيه بتاعه الميه، ها عشان الفلتره ديت يعني الافكار، ها اللي المفترض بقى عايزك تصفي لي الخمس افكار دول هم فكرتين اتنين، عايزك تستقر بحيث تقرا تبقى دول اللي قريبين ليك قوي. قال لي والله يا دكتور المراجعه المشتركه وتغيير المراجع. اقول له طب خلاص اقرا بقى بحثين ثلاثه في الموضوع ده وبحثين ثلاثه في الموضوع ده وشوف اي موضوع فيهم بيجذبك اكثر يبقى هو ده اللي انت تشتغل فيه. يبقى اذا تحديد مصادر الحصول على الافكار البحثيه، بعد ذلك تحديد مصادر الحصول على المقالات المتعلقة بكلمات البحث المحددة. قول والله مثلا المراجعة المشتركة، تمام. يبقى تدور تخلي ده المصطلح بتاعك اول، ها جوينت اوديت، يبقى معناها ان انت تبقى عارف المصطلح بالعربي والانجليزي عشان تخش على النت وتكتب وتشوف المراجع اللي هتنزل لك. تغيير المراجع، المراجع اوديتور تشينج مثلا او روتيشن اللي هو تدوير المراجع او تغيير المراجع، يبقى معناه ان انت بعض المصطلحات. طب وتغيير المراجع اثره على مين؟ اثره على جوده التقارير الماليه. ها؟ فاينانشال ريبورتنج كواليتي. او لا ده هقول المراجعه المشتركه واثرها على قيمه الشركه. فير فاليو. يبقى معنى كده المفترض بعض المصطلحات عشان تبدا تشوف طب والله في ابحاث تناوت وتبدا بقى. يبقى دي كده مقدمه بس ابنائي وبناتي الافاضل اللي هي ازاي اقدر احصل على فكره بحثيه من خلال تحديد مجال الاهتمام البحثي، من خلال تحديد مصادر الحصول على الافكار البحثيه، من خلال تحديد مصادر الحصول على المقالات المقالات يعني الابحاث يعني المتعلقه بكلمات البحث الايه؟ المحدده. طب هو البحث العلمي تعريفه اصلا ايه؟ تعريف، ندخل بقى على الايه؟ تعريف البحث العلمي اللي موجود بقى عند حضراتكم، موجود عند حضراتكم في الكتاب كما هو محدد لديكم. ها نبدا بقى عشان ايه؟ نركز مع بعضين. تعريف البحث العلمي، هناك تعريفين يجب اخذهما في الاعتبار والاهتمام بهما. ها تعريف موجود في صفحة 2 وفي تعريف في الصفحة التالية في صفحة 3 عشان بقى أبنائي وبناتي لما يسألوني بقى على فين النقاط الرئيسية. أول سطرين، أول سطرين قالوا إيه؟ يعرف البحث العلمي بأنه جهد منظم للبحث في مشكلة معينة تحتاج إلى حل من خلال سلسلة الخطوات التي تصمم بهدف إيجاد إجابات لمسائل مهمة للمجتمع. يبقى ده كده تعريف البحث الايه؟ العلمي. تمام؟ هناك تعريف اخر وهو في الصفحه التاليه. ها يعرف البحث العلمي بانه بحث واستقصاء علمي منظم يقوم على اساس قاعده بيانات لبحث مشكله معينه وذلك بهدف الوصول الى اجابات وحلول للمشاكل موضوع البحث. انا عايز اعرف هو المراجعه المشتركه دي هل ممكن تؤثر على قيمه الشركه ولا ما تاثرش؟ طب اذا كانت تؤثر تاثير ايجابي ولا سلبي؟ طب لو ايجابي التاثير ده يبقى عالي ولا مرتفع ولا متوسط ولا منخفض؟ طب التاثير دوت ممكن يكون نتيجه اسباب معينه ولا لا؟ يبقى معناه ان انا هعمل ايه؟ هعمل بحث واستقصاء علمي منظم يقوم على اساس قاعده بيانات ان انا هطبق. والله لازم اقرا واطلع على تعريف المراجعه المشتركه واهميتها وفوائدها، المزايا الايجابيه بتاعتها والمزايا السلبيه، وما هي اليات تطوير وتفعيل المراجعه المشتركه في البيئات السعوديه، وما هو تاثيرها على قيمه الشركه. كل دي محتاجه ابحاث ومراجع عشان ابحث في المشكله دي، وبالتالي هقدر اطبق على مجموعه من الشركات في البيئات السعوديه المسجله في البورصه. كل ده ليه؟ عشان اوصل في النهايه الى مين؟ الى اجابات وحلول للمشاكل موضوع البحث بتاعي. يبقى اذا هناك تعريفين للبحث العلمي، نخلي بالنا منهم اذا تكرمتم، لان ممكن اجيبها في سؤال على فكره، قوم قايل ايه؟
يعرف بأنه جهد منظم للبحث في مشكلة معينة تحتاج إلى حل من خلال سلسلة من الخطوات التي تصمم بهدف إيجاد إجابات لمسائل مهمة للمجتمع. ألف البحث الذاتي، ب البحث العكسي، د البحث السياسي، د البحث العلمي. يبقى الإجابة الصحيحة تبقى إيه؟ آه وتبقى د. فيبقى عشان نبقى برضو نبقى عارفين الإجابة، ما لازم نكون مذاكرين، أو ممكن أجابك سؤال صح أو خطأ. يعرف بأنه بحث واستقصاء علمي منظم يقوم على أساس قاعدة بيانات لبحث مشكلة معينة، وذلك بهدف الوصول إلى إجابات وحلول للمشاكل موضوع البحث. طبعا بقول إيه في بداية السؤال، يعرف البحث العلمي بأنه كذا، وما ألف العبارة صحيح، دي العبارة خطأ. يبقى نخلي بالنا طبعا هنا هتبقى العبارة ايه؟ العبارة صحيح. تمام؟ يبقى ده كده تعريف البحث الايه؟ تعريف البحث العلمي. النقطة الثانية، طب ما هي الخطوة الاولى في البحث العلمي؟ الخطوة الاولى في البحث العلمي، ما انا لسه بقول دلوقتي، وانا عشان اعمل البحث العلمي ولازم يكون عندي ايه؟ في مشكلة، صح؟ في ايه؟ في مشكلة معينة. يبقى كان اول حاجه بالنسبه لي اهو، لو حبيت اقول مثلا زي اطار عام كده لايه للبحث بشكل عام، يقول لك اول حاجه ايه؟ اختر المجال، ها، وحدد المجال اللي هو محل ايه اهتمامك. رقم اثنين، يبقى اكتبها لكم، رقم واحد اهو اللي هو ايه؟ تحديد، اكتبها لكم بقى بالترتيب، تحديد مجال، مجال محدد. يبقى دي اول حاجه، تحديد مجال محدد حددنا، اللي هو زي ما قلنا مثلا في مجال المراجعه. اثنين، حدد المشكله، المشكله فين؟ ده هي ديت زي ما بيقولوا يعني اهم نقطه، راس مش عارف ايه يعني، لازم انا كتب، معلش انا كتبتها عشان نتيجه السرعه، حدد المشكله. يبقى نرجعها الاول، اهي حدد المشكله. بعد ما تحدد المشكلة، حددنا المشكلة، يبقى دي أول نقطة. طبعا دي أهم نقطة، عشان كده ممكن نجيبها في سؤال بالمناسبة، طبعا هكمل. عشان كده هو كتب لكم في الكتاب لك إيه؟ أن الخطوة الأولى في البحث العلمي هي تحديد ما هي المشاكل الموجودة في الوحدة الاقتصادية أو في الشركة، وتحديد موضوع المشاكل التي تحتاج إلى دراسة. يبقى لازم أحدد المشكلة الأول، ما هي المشكلة؟ هي الأساس، في مشكلة ولا مفيش؟ أحد الطلاب كان بيسجل مرة عندنا في جامعتي في الماجستير، فبنعمل حاجة اسمها سيمينار علمي عشان نسأله الأول يعني نشوف هو الملم بالموضوع وعايز يعمل إيه وأو الكلام من ده يعني. طيب فسألته سؤال، هو كان شغال في إحدى شركات البترول وعمال يستعرض في المشكلة، فقمت سأله سؤال، قلت له المشكلة دي ليها حل ولا ملهاش؟ فانا بساله بتلقائيه فعلا يعني عشان اشوف عايزه، انا كنت متوقع له اجابه معينه يعني، انه والله بقى ان شاء الله ما هو ده الغرض من القيام باتمام هذا البحث حتى يتم يقوم البحث بتناول كذا وكذا وكذا وفي نهايه ابعاد المشكله بتولد. ما انا لو كتبت تقرير مش عارف لرئيس مين وقدم كذا وعمل كذا وكمان ده، انت بتقول طب ما انت خلاص تقول الحل بتاع المشكله اهو، امال فين المشكله اللي انت عايز تعمل بحث علشانها؟ يعني انت في مشكله ولا ما فيش؟ لو في مشكله ولا حل ان ينتهي من اتباع مجموعه من الاجراءات الروتينيه والخطابات ومش عارف وكذا وكذا، وانت ما انتهت المشكله. لكن عايزين المشكله اللي انت، المشكله العلميه اللي انت بصدد دراستها لتحديد وتناول ابعاد هذه المشكله، وفي النهايه يتم اجراء مجموعه او اقتراح مجموعه من التوصيات لحل هذه المشكله. يبقى عشان كده تحديد المشكله ده جزء مهم جدا. طبعا، وعشان كده هناخده مع بعض بعد كده بالتفصيل ان شاء الله الرحمن، واقدر اصيغ مشكله البحث في صوره سؤال ازاي كمان. طبعا. النقطه اللي بعدها يقول لك ايه؟ اجمع، اجمع، اجمع ايه؟ اجمع بيانات، بيانات ومعلومات. اجمع بيانات ومعلومات. يعني ايه اجمع بيانات ومعلومات؟ ما المفترض انا بجمع المراجع بتاعتي، عشان اجمع المراجع واقرا واطلع واشوف واجيب القوائم الماليه واجيب بيانات، والبيانات دي اعمل لها تحليل، مش كده ولا ايه؟ يبقى بجمع البيانات والمعلومات. النقطه اللي بعدها يقول لك ايه؟
اقرأ اقرأ ورتب ما سبق. يعني المفترض انك هتقعد ايه جمعت الحاجات دي اقراها بقى ورتبها كده ليه؟ عشان تعملها ايه؟ ادرس وحلل، ابدأ اعملها دراسة وتحليل، مش كده ولا ايه؟ عشان بعد الدراسة والتحليل ها المفترض بقى هتعمل ايه؟ تشوف بقى مساهمتك، مساهمتك ها. يبقى معناها هتضيف بقى المساهمة بتاعتك دي، هتضيفها نعم، وبالتالي بعد كده تبدأ تعمل ايه بقى؟ تكتب البحث بتاعك. يبقى كده انا الاول في البداية بشوف المجال بتاعي، بحدد المشكلة، بجمع المعلومات والبيانات، اقرأ وارتب، ادرس واحلل، اضيف ها المساهمة بتاعتي، عشان بعد كده في النهاية اعمل ايه بقى؟ ابدأ اعمل ايه؟ كتابة البحث. طب بعد كتابة البحث خلاص انتهى؟ يا عم الشيخ راجع ودقق جيدا، المشكلة يعني مش هتخسر حاجة، راجع ودقق. بعد ما راجع ودقق وهنعرف الكلام ده بعض بالتفصيل برضو ما تقلقوش، والله خلاص كده خلصت البحث، ابدأ بقى ايه ارسله اهو للمجلة العلمية للنشر، عشان البحث يرى الايه؟ يرى النور، ويبقى عامل زي المولود كده بالظبط، مش كده ولا ايه؟ يبقى تاني، يبقى الخطوة الأولى في البحث العلمي ها نخلي بالنا عشان جبتها في سؤال قبل كده، اللي هي بقى عبارة عن ايه؟ هي تحديد ما هي المشاكل الموجودة في الوحدة الاقتصادية، وتحديد موضوع المشاكل التي تحتاج إلى دراسة. وبعد تحديد وتعريف المشكلة فإن هناك خطوات يجب أن تلي ذلك. ايه الخطوات دي؟ ها لتجميع المعلومات، تحليل البيانات، توضيح العوامل المرتبطة بالمشكلة، واتخاذ القرارات التصحيحية لحل الايه؟ لحل المشكلة. تمام؟ طيب بعد كده عشان نختصر بقى شوية هنلاقي في وسط الصفحة مكتوب ايه؟ هذه العمليات يجب ان تنفذ بشكل منظم وموضوعي ومنطقي، والنهاية المتوقعة هي اكتشاف حقائق جديدة تساعدنا على التعامل مع المشكلة موضوع البحث. والفرق بين المشاهد الحساس، في حاجة اسمها المشاهد الحساس وحاجة اسمها الباحث الذي يستخدم الطريقة العلمية. يبقى هل هناك فرق ما بين المشاهد الحساس والباحث العلمي؟ في فرق ولا ما فيش؟ طبعا في فرق. يعني ايه في فرق؟ والله باختصار دكتور الباحث العلمي ده المفترض انه بيتبع طريقة علمية، يقوم بعملية استقصاء منظم، ويحاول شرح ووصف او التنبؤ بالظاهرة بناء على بيانات تم تجميعها بعناية لهذا الغرض. انما المشاهد الحساس باختصار، والله ده واحد كده ممكن نيجي ناخد رأيه في موضوع كده يقولك ايه والله انا احساسي، ويفكر كده ساعتك شوية فيقولك ايه يبقى معناه انه بيستخدم الايه؟ الذكاء الفطري، الذكاء الفطري common sense، ليصل الى بعض التحليل ويتخذ قرارات في حالة معينة. يبقى تاني هناك فرق ما بين المشاهد ده موجود عند حضراتكم في الصفحة التانية على طول، اللي هو الفرق ما بين المشاهد الحساس والذي يستخدم الذكاء الفطري ليصل الى بعض التحليل ويتخذ قرارات في حالة معينة، وبين الباحث الذي يستخدم الطريقة العلمية، في ان الباحث يقوم بعملية استقصاء منظم ويحاول شرح ووصف او التنبؤ بالظاهرة بناء على بيانات تم تجميعها بعناية لهذا الغرض. تمام؟ طيب ننتقل لنقطة اخرى الا وهي بيمكن تلخيص ما يتميز به الباحث الذي يطبق طريقة البحث العلمي، وما يميز الخطوات التي يقوم بها عن الطرق الأخرى فيما يلي. رقم واحد، تاني ما يتميز به الباحث العلمي، واحد
يقوم الباحث العلمي ببناء إطاره النظري. عشان كده في جزء نظري في البحث زي ما قلت لكم قبل كده في اللقاء السابق، في جزء نظري. ها يقوم الباحث العلمي ببناء إطاره النظري بشكل منتظم، ويقوم باختباره لتحقيق التوافق الداخلي في البحث، كما يخضع العمل الذي يقوم به للاختبار التجريبي. يعني بيختبر البحث بتاعه ده من خلال ممكن يجرب فعلا واحد زي بقول فيروس كورونا، طب هيبتكر ها حاجه معينه او علاج معين او دواء معين، فبيجرب عشان يشوف ده يصلح ولا ما يصلحش، من خلال انه الراجل شغال ليل ونهار في المعمل بتاعه، بالتالي يبقى معناه ان هو بيحاول يعمل ايه، بيخضع العمل الذي يقوم به للاختبار التجريبي. اثنين، يقوم الباحث العلمي بتجنيب بحثه المفاهيم السائدة والأحكام المسبقة، وبالتالي يقوم باختبار خروجه في المعمل أو في الواقع العملي. يعني إيه يقوم الباحث العلمي بتجنيب بحث المفاهيم السائدة والأحكام المسبقة؟ والله سعادتك لو حطيت مثلا كمية من المادة دي مع كمية معينة من المادة دي، المفترض الناتج هيطلع كذا، والناتج ده يستخدم في علاج كذا، طيب خلاص فايه المشكلة؟ يعني ما الناس توصلوا الى ذلك. اجي اقول ايه؟ لا انا عايز احط كمية من المادة دي ومع كمية من المادة دي. طب هما بنفس المقادير طب هما قالوا عم الدكتور خلاص دي بقى لها حكم ايه؟ مسبق، فانتهى. واحد يقول لك والله الكرة ارضية، طب انا عايز اكتشف ان الكرة ارضية. يا عم الشيخ ربنا يكرمك، ده الناس من قديم الازل خلاص واكتشفوا الكلام ده، وقال لك ان الكرة ارضية وتدور حول مش عارف كذا وكذا وخلاص، وانت هتيجي انت تكتشف ايه؟ هل في جديد في اكتشافك ولا مفيش؟ يبقى معناها لما اقول والله انا هطبق حاجة معينة، الحاجة دي خلاص انا توصلت لايه؟ لنتيجة معينة. ما يجيش واحد تاني يبقى عايز يعمل نفس الخطوات. فعشان كده اقول لك ايه، طب لو انت يا دكتور عامل بحث، هل ينفع انا كمان اعمل بحث في ذات الموضوع؟ اقول السؤال، يعني ما يبقى نفس البحث بنفس العنوان بنفس العينه بنفس مجال التطبيق بنفس البيئه بنفس الكلام. طب انت عملت ايه يا عم يا شيخ؟ انت ده هو كوبي وبيست، انت واخده من الدكتور ولا ايه؟ ده كانك انت كده سرقه منه مثلا يعني ولا ايه؟ يعني انت البحث ده ممكن تعمله تاني، مش هقول لك لا، لان دي نيجي نقول الخصائص بتاعه البحث العلمي اللي هو ايه؟ تكرار الايه؟ البحوث. يعني يكون قبل الاختبار مره ثانيه والتكرار بس هل هناك اضافه علميه ولا ما فيش؟ لا ما فيش. طب ما خلاص ما يتعملش، ما الراجل عمل البحث ده وتوصل الى نتائج وانتهت العمليه، انت هتعمل في اضافات ولا ما فيش؟ في اضافه، اهلا وسهلا. ما فيش يبقى خلاص. علشان كده المفترض الباحث العلمي بيقوم بتجنيب، نخلي بالنا من النقطه دي لو تكرمتوا، يقوم الباحث العلمي بتجنيب بحثه المفاهيم السائده والاحكام المسبقه. رقم ثلاثة، يقوم الباحث العلمي بإحكام الرقابة على بحثه باستبعاد كافة المتغيرات التي قد يكون لها تأثير على الظاهرة محل الدراسة، ليحدد أثر المتغير موضوع البحث على الظاهرة للوصول إلى نتائج دقيقة ومحكمة من بحثه. طب والله يا دكتور ترجم لنا الجزئية دي عشان مش فاهمينها تاني كده نقولها. يقوم الباحث العلمي اول حاجة، مكتوب عندكم في الكتاب خطأ معلش يعني لغوي برضو نعدل مع بعض، مكتوب بايه؟ باحكام. هل هناك فرق ما بين لما اقول احكام و احكام؟ هل هناك فرق ابنائي وبناتي الاعزاء؟ عشان دايما ساعات لما اجي اتكلم بعد كده اقول مقومات البحث العلمي، اقول الناحيه اللغويه مهمه جدا، فالناس ادته نصاره يقول لك ايه؟ ليه يا دكتور؟ وانت بقى يعني لو انت بتناقش حد في رساله مثلا او في بحث كده هتقعد تدقق على الالفاظ ومش عارف ايه والكلام من ده؟ طبعا، لان ممكن يبقى في خطا كده لغوي اهو زي ده كده، بقول لك ايه؟ الهمزه ما انكتبت فوق يبقى بقت احكام. احكام لها معنى تاني خالص غير ما قلت احكام. ها يعني الصيغه اللي المفروض نقولها دلوقتي، رقم بند رقم ثلاث، يقوم الباحث العلمي باحكام الرقابه ولا باحكام الرقابه؟
اولا كلمة احكام ابنائي وبناتي الافاضل احكام معناها قواعد رولز مش كده ولا ايه؟ احكام ومبادئ ومعايير. ايوه الاحكام مأخوذة من الحكم مش كده ولا ايه؟ اللي هي المبادئ والقواعد. اما يقول لك ايه احكام الشريعة الاسلامية، مبادئ الشريعة الاسلامية، الاسس والمعايير التي تقوم عليها الشريعة الاسلامية، القوانين التي تقوم عليها او تعتمدها المملكة العربية السعودية. يبقى كلمة احكام يعني قوانين، يعني قواعد، يعني مبادئ، يعني معايير، يعني اسس، مش كده ولا ايه؟ اما الاحكام، احكام الشيء اي ضبط الشيء بمعنى جعله في مكانه الصحيح. كان يقول لك والله اصل الباب بتاع الشقة محتاج ايه؟ محتاج احكام شوية، محتاج ضبط شوية، محتاج ايه عناية عشان والله يقفل مظبوط، مش كده ولا ايه؟ ده الدرج بتاع الايه المكتب او بتاع الطاولة مثلا، لا محتاج احكام. يبقى كلمة احكام يعني معناها ضبط الشيء، ضبط الشيء بمعنى وضعه في مكانه الصحيح ومكانه السليم. يبقى اذا هناك فرق ما بين احكام واحكام. ايه ده وانت دكتور وانت فعلا بتناقش حد هتقعد تدقق لنا بقى لو احنا بنعمل ابحاث وانت بتراجعها لنا هتدقق على الهمزه فوق ولا تحت ولا مش عارف ايه؟ اه طب زي في حاجه بالمناسبه فعلا يعني بتضايقني من بعض الناس على مجله في وسائل التواصل الاجتماعي بحاجه مستفزه بطريقه لدرجه والله فعلا مش عارف اوصلها لهم ازاي يعني، فبحاول اوصلها برضه بطريقه مهذبه كده لما الاقي حد ممكن يكون ايه استاذ ويكتبها. يجي مثلا ما اقول ايه ان شاء الله سألتقي بحضراتكم في اللقاء القادم يوم كذا وهم كاتب كده ابنائي وبناتي الاعزاء اللي انا عملته ده خطأ اكتب كده اهو شنيع اهو يلا بقى خطأ شنيع اه طبعا ما اسمهاش كده ايه هي كلمة ان شاء الله بتنكتب بالطريقة دي لكن المفترض الصح يعني لا تقول ان بعدين شاء الله يبقى تنكتب كده الصح مش كده ولا ايه؟ او حد من حضراتكم يكون هو بيكتب في وسائل التواصل الاجتماعي حتى ولا على الواتس او الفيس مع حتى مع اصدقائه ولا مع اقاربه واسرته فالكل دايما يبقى ايه؟ ها؟ برضه ابنته نادينا استعجلت ايه فكتبت ايه؟ ان شاء الله نسيت الهمزه مش كده ولا ايه؟ ويا ترى الهمزه على سطر ولا الهمزه على الالف ولا الهمزه على الواو ولا الهمزه يعني انت احنا يا دكتور هنبقى ملمين بقواعد اللغه العربيه يجب على الباحث ان يكون على المان بقدر ولو بسيط من اساسيات اللغه العربيه علشان كده اوصيكم ونفسي فعلا لو حد عايز ينمي نفسه في اللغه العربيه عليه ان يكثر من قراءه القران نمشي ونصحح الاخطاء يعني معلش يا ساره يعني هو المفترض ان ايه بنتعلم من بعض ما فيش مشكله خالص يعني بس فعلا لو عايزين تنموا مهارات اللغه العربيه فعلا يعني هتلاقوها كلها موجوده في القران الكريم. نرجع تاني لان انا دايما في البحث اهو هنقعد نتكلم في مقومات البحث العلمي واحنا شغالين مع بعض اوعوا تنسوا بقى دلوقتي انا قلت حاجتين اهو عشان النهارده لما اسالكم فيهم كمان اسبوعين ولا حاجه تبقوا فاكرين ايه هي مقومات البحث العلمي. ثانيه واحده دكتور انت قلت الامانه اه لازم يكون الباحث ده امين ده انت قلت ده دكتور من السمات الشخصيه بتاعته طب لو مش امين يبقى ما ينفعش يكون باحث ما ينفعش لازم يكون امين. النقطة الثانية انت قلت يا دكتور بنركز على النواحي الايه؟ اللغوية. والمرة الماضية في اللقاء قلت حتى النواحي الشكلية، يبقى النواحي الشكلية واللغوية مهمة؟ يبقى دي ثاني حاجة من قواعد اللي هي او مقومات البحث العلمي الجيد. مش هكتبها طبعا، بس هقولها في حينها يعني ان شاء الله الرحمن. ترى يا دكتور النقطة الثانية دي او الثالثة انت ما وضحتهاش، يقوم الباحث العلمي باحكام بقى مش باحكام بايه يبقى الهمزه اسفل تحت يبقى باحكام الرقابه على بحثه باستبعاد كافه المتغيرات التي قد يكون لها تاثير على الظاهره محل الدراسه ليحدد اثر المتغير موضوع البحث على الظاهره للوصول الى نتائج دقيقه ومحكمه من بحثه. فصار بتقول ايه او هيئه ترجم لنا دكتور انت تقصد ايه؟ دي نتلوها الله ايه ده صحيح بيستبعد
كافة المتغيرات اللي ممكن تأثر على الظاهرة، امال هو بيعمل ايه؟ هقول لها لا، انا دلوقتي ابنته نادينا، لما اجي اقول لك ايه، انا عايز اعرف اثر ها مين سارة على هياء. طب ماشي، ما قلتلكيش انا عايز اعرف اثر سارة وخديجة وسوسن وابراهيم واحمد على هياء. يبقى معنى كده يجب استبعاد كافة المتغيرات ويتم التركيز على المتغير اللي احنا عايزين نعرف اثره على الظاهرة للوصول الى نتائج دقيقة ومحكمة. وبالتالي المثال الاوضح من ذلك ايضا عندما تم دراسة حضراتكم في الاقتصاد او في دراسات الجدوى، خدتوا حاجة اسمها العوامل التي تؤثر على الطلب، مش كده ولا ايه؟ اكتبها لحضراتكم، العوامل التي تؤثر على الطلب بإيجاز شديد. المفترض العوامل دي عديدة، مش كده ولا ايه؟ طب انا يمكن عايز اعمل بحث وليه، والله تأثير دخل المستهلك. يبقى تأثير الدخل، تأثير الدخل، الدخل ده بتاع المستهلك، لو هو كان منخفض، لو هو كان متوسط، لو هو كان مرتفع، لو كان مرتفع قوي، يا ترى ده ممكن يأثر على الطلب على المنتج اللي احنا هنطرحه في السوق ولا لا. انا عايز اعمل بحث حول هذا الموضوع. طب تمام، هل انا جبت سيرة سعر المنتج؟ لا. هل جبت سيرة جودة المنتج؟ لا. هل جبت سيرة المنتجات البديلة او المثيلة؟ لا. يعني اقصد ايه؟ كل دي تعتبر متغيرات اخرى يمكن ان تؤثر على البحث بتاعي او على الظاهرة التي اقوم بدراستها. وبالتالي يجب على الباحث ان هو يستبعد كافة هذه المتغيرات التي يمكن ان تؤثر على الظاهرة محل الدراسة، عشان يقدر يحصر بحثه ويقدر يطلع نتائج سليمة وتكون نتائج منطقية وعلمية. ده كده باختصار تعريف البحث العلمي. الفرق ما بين الخطوة الاولى في البحث العلمي، الفرق ما بين المشاهد الحساس والباحث الذي يستخدم الطريقة العلمية، وقلنا ما هو ما يميز الباحث الذي يطبق طريقة البحث العلمي، قلنا هناك ثلاث حاجات بيتميز بها، اللي هو بيقوم ببناء إطاره النظري بشكل منتظم، 2 يقوم بتجنيب بحثه المفاهيم السائدة والأحكام المسبقة، 3 يقوم بإحكام الرقابة على بحثه باستبعاد كافة المتغيرات. لقاء مرة في سؤال دي أبنائي وبناتي الأعزاء، قمت قايل ايه؟ بصوا بقى كده عشان اللي بيذاكر يخلي باله، دي بقى الأسئلة اللي نخلي بالنا، عشان الباحث ها يجب أن يتسم بقى برضو نوع من الذكاء والفطنة والحرص ومش عارف وكذا وكذا، مهارات يبقى عنده كده. ازاي الكلام ده؟ أجيبها في سؤال، صح أو خطأ؟ يقوم الباحث العلمي بإحكام الرقابة على بحثه باستبعاد بعض المتغيرات التي قد يكون لها تأثير على الظاهرة محل الدراسة، ليحدد أثر المتغير موضوع البحث على الظاهرة للوصول إلى نتائج دقيقة ومحكمة من بحثه. ألف، العبارة صحيح. به، العبارة خطأ. شوف ابنته نصارى، ربنا يكرمي. على طول قبل ما أكمل. أيوه، يبقى به. انا قلت العبارة صحيح، بقى العبارة خطأ. تمام، فهمت اقصد ايه؟ انا اللي يهمني ان انتوا ايه المعلومة توصل لكم باي شكل بقى، عشان كده بعض اجيبها يمين وشمال ومن فوق من تحت ومن كافة الطرق، اهم حاجة المعلومة توصل لكم. يبقى نخلي بقى ان الباحث يستبعد مين؟ كافة المتغيرات، عشان نركز يا دكتور على مين. احنا عايزين نعرف تأثير دينا على سارة بس، ما قلناش بقى تأثير اي حاجة تاني. خلاص، واضح؟ ممكن اجيبها في سؤال اخر. ايه بقى السؤال؟ احنا عرفنا دلوقتي ان يمكن تلخيص ما يتميز به الباحث الذي يطبق طريقة البحث العلمي، وما يميز الخطوات التي يقوم بها عن الطرق الاخرى. قلنا ثلاث حاجات، مش كده ولا ايه؟ او انا ايه؟ ليس مما يميز الباحث الذي يطبق طريقة البحث العلمي، وما يميز الخطوات التي يقوم بها عن الطرق الأخرى، ما يلي. أو أقولها بصيغة أخرى، كل ما يلي يعد من الخطوات التي يقوم بها الباحث الذي يطبق طريقة البحث العلمي فيما عدا. واجيب 1، 2، 3 او الف وبه وجيم، وقوم جايب رقم دال، اي صيغه تانية خالص، اي حاجه مختلفه. يبقى نخلي بالنا من الثلاث خطوات دول، لو هم تاني اقولهم تاني لحضراتكم.
يقوم الباحث العلمي ببناء إطاره النظري بشكل منتظم. اثنين، يقوم بتجنيب بحثه المفاهيم السائدة والأحكام المسبقة. ثلاثة، إحكام الرقابة على بحثه باستبعاد كافة المتغيرات التي قد يكون لها تأثير على الظاهرة محل الدراسة. تمام؟ طيب، في حاجة كمان ناخدها قبل ما نقول الغرض من القيام بالبحث العلمي، اللي هو في الصفحة رقم 3 في وسط الصفحة كده، يقول ايه؟ الهدف الأساسي، الهدف الأساسي للبحث العلمي هو صياغة النظرية. تعريف النظرية ايه؟ هو ذكره عند حضراتكم السطر التالي على طول. يبقى تاني السؤال، الهدف الأساسي للبحث العلمي هو صياغة النظرية. طب تعريف النظرية ايه؟ يمكن ان تعرف بانها مجموعة من المفاهيم المترابطة والفروض التي تشرح الظواهر من خلال العلاقة بين المتغيرات التي تحكم هذه الظواهر، وذلك بغرض فهم وتفسير والتنبؤ بهذه الظواهر. فنخلي بالنا ابنائي وبناتي الافاضل من تعريف النظرية ايضا. يبقى تاني، الهدف الاساسي للبحث العلمي هو صياغه الايه؟ النظريه. تعريف النظريه، لان ممكن نجيبها في سؤال صح او خطا او اختيار من متعدد. طيب اخر حاجه نختم بيها، اللي هو ما هو الغرض من القيام بالبحث العلمي؟ ما هو الغرض من القيام بالبحث العلمي؟ هو احنا بنعمل البحث العلمي دوت ليه باختصار شديد؟ ها، المفترض لغرضين رئيسيين، عشان بقى مش هطول في الشرح فيها، لان المفترض دي ممكن اقول لكم ايه، ممكن يكون هناك غرض في نفس ابن يعقوب. يعني ايه الكلام ده؟ يعني سعادتك، انا كدكتور احمد حامد بعمل ابحاث ليه؟ اقول لك والله عشان عايز اترقى الى درجه الاستاذيه ان شاء الله الرحمن، نسالكم الدعاء. يعني هو ده دكتور الغرض الرئيسي؟ اه ده الغرض الرئيسي. لو سألت اي معيد انت بتعمل الرساله ليه؟ يا عم الحاج عشان انا عايز ابقى محاضر. وتيجي على المحاضر تعمل البحث ليه؟ عشان عايز ابقى استاذ مساعد. وتيجي على استاذ مساعد عشان ابقى استاذ مشارك. تيجي على استاذ مشارك قال عايز ابقى استاذ. يبقى معناه ان انا بعملها لغرض لغرض الترقي. عشان كده كان ممكن ان هي الجزئيه اللي كنت عايز اتناولها مع حضراتكم، هي مش موجوده في الكتاب بس كنت عايز اقولها كده من باب العلم بالشيء. ما هي انواع البحوث العلميه؟ خلاص والله يمكن تقسمها الى اعتمادا على طريقه التفكير العلمي في حاجه اسمها بحوث اساسيه نظريه وبحوث تطبيقيه. على اساس طريقه القائمين بالبحث يمكن تقسمها الى طلبه الدراسات العليا اللي هي الاطروحات بتاعتهم ماجستير ودكتوراه، واعضاء هيئه التدريس اللي هي البحوث المهنيه، او على اساس البحوث الكميه والايه والكيفيه، او على اساس البحوث التجريبيه، او على اعتمادا على المعيار الزمني، ممكن نقول بحوث تاريخيه او وصفيه وهكذا. طبعا بحوث تجريبيه زي بحوث دراسه الحاله وتحليل المضمون وتحليل العمل ودراسات العلاقات المسحيه، كل ده برضه ممكن هنتعرف بيه بس بايجاز شديد ان شاء الرحمن. عشان كده اذا اغراض البحث العلمي ممكن بتختلف تختلف من شخص الى اخر ومن بيئه الى اخرى وهكذا، ولكن بشكل عام الغرض من القيام بالبحث العلمي غرضين رئيسيين. هو ده اللي انتوا عارفينه، اللي هما الاول حل المشاكل الموجوده حاليا في ميدان الاعمال. لو شركه في عندها مشكله عايزين نحل المشكله دي، زي ما قلت لكم ضربت لكم مثال والله فاتوره الكهرباء لما تيجي مرتفعه، طب مرتفعه ليه؟ ايه الاسباب؟ ندرس الكلام ده نقدر نعمل من خلالها نتوصل الى اسباب معينه ونعمل على ترشيد التكاليف. يبقى حل المشاكل الموجودة حاليا في ميدان الاعمال. ممكن فيروس كورونا، يا ترى نقدر نحل المشكله دي ازاي ونتوصل الى العلاج بتاعه ازاي ان شاء الله الرحمن. يبقى معناها كده المياه اللي موجوده ها عندنا هنا في الاحساء، طب احنا ممكن نبتكر طريقه بحيث نعمل زي تحليه المياه وبالتالي نعمل كذا وكذا. يبقى بنحاول نتكلم عن المشاكل. لو مناطق صحراويه طب نعمل فيها استزراع ازاي ويبقى فيها منتجات زراعيه بدل ما هي ارض صحراويه ونستصلحها واو. يبقى دي مشاكل. يبقى اذا البحث العلمي الغرض الرئيسي له هو العمل على حل المشاكل الموجودة حاليا في ميدان الأعمال أو في بيئة الأعمال. الغرض الثاني وهو المساهمة في المعرفة في دائرة اهتمام الباحث.
يعني المساهمه في المعرفه في دائره اهتمام الباحث. ما انا دلوقتي لما انا اجي اعمل بحث عن المراجعه المشتركه ويتم تناوله واتكلم باستفاضه شويه، يبقى ابنائي وبناتي الافاضل لما يجوا يطلعوا على البحث يبقى انا ساهمت فيه اضافه معرفه بالنسبه لابنائي وبناتي الطلاب، مش كده ولا ايه؟ في المجال بتاعي في المجال المحاسبي يا ترى عملت بحث عشان اضيف جديد ولا لا؟ لما اقول دور الإصلاح عن ممارسات التنمية المستدامة في ترشيد قرارات المستثمرين دراسة تطبيقية في البيئة السعودية، لما أقول أثر هيكل الملكية وخصائص لجان المراجعة على مستوى التحفظ المحاسبي بالتقارير المالية دراسة تطبيقية على الشركات المسجلة بالبورصة السعودية، كل ده معناه إيه؟ معناه إن أنا بأضيف إلى المعرفة اللي موجودة في المجال المحاسبي سواء في البيئة السعودية أو في الوطن العربي. يبقى الغرض الثاني من القيام بالبحث العلمي المساهمة في المعرفة في دائرة اهتمام الباحث. يبقى إذن الغرض الرئيسي من القيام بالبحث العلمي عندنا غرضين رئيسيين ألا وهما حل المشاكل الموجودة حاليا في ميدان الأعمال، الثاني المساهمة في المعرفة في دائرة اهتمام الباحث. تمام أبنائي وبناتي الأعزاء؟ طيب نخلي بالنا من جزئية تانية برضو في آخر صفحة 3 وأول صفحة 4 في سطرين هنا وسطرين هنا، لأن يقول لحضراتكم عندما يتم البحث بغرض تطبيق النتائج لحل مشاكل معينة حالية موجودة في ميدان الأعمال فإنه يسمى أو أكتبها لحضراتكم البحث العلمي التطبيقي. وعندما خلي بالنا منها عشان ممكن نجيبها في سؤال يبقى ما ليه؟ عندما يتم البحث بغرض تطبيق النتائج لحل مشاكل معينة حالية موجودة في ميدان الأعمال فإنه يسمى البحث العلمي نقطتين وشرط، ومع الألف التطبيقي، ب الأساسي، ج المنطقي، د الجغرافي، أي مسمى. يبقى معناه انه البحث العلمي ايه؟ التطبيقي، ابلايد ريسيرش، ابلايد يعني تطبيقي بالمناسبه، واحيانا نقول عليه امبيريكال. تمام، يبقى ابلايد او امبيريكال يعني معناه تطبيق، انما فيلد يعني ميداني. هناخدها بعد كده لما نيجي نتكلم نقول والله احنا البحث بتاعنا ده تطبيقي ولا ميداني وما هو الفرق بينهما، بس بعدين نكمل مع بعض. وعندما يتم البحث اساسا لتحسين فهمنا لمشاكل معينه والتي تحدث بصفه عامه في ميدان الاعمال فانه يسمى البحث العلمي الاساسي. خلي بالنا من الفقرتين دول عشان ممكن نجيبهم في سؤال اللي هي فاندمنتال او بيزك ريسيرش. تمام، الفقرة اللي موجودة عند حضراتكم قبل خصائص البحث العلمي مهمة ونخلي بالنا منها لو تقرمتم. ليه بقى؟ لأن هذه الفقرة بتوضح الفرق بين البحث التطبيقي والبحث الأساسي. إيه بقى الفرق؟ أن البحث التطبيقي يهدف أساسا لحل مشكلة حالية، بينما البحث الأساسي له هدف عام للحصول على معرفة وفهم الظاهرة والمشاكل التي تحدث في عدة مواقع. ولكن رغم هذا الاختلاف إلا أن كلاهما يتبع نفس الأسلوب والخطوات الخاصة بالبحث والوصول إلى حلول للمشاكل. فنخلي بالنا من الفقرة دي لو تكررتم، يبقى ممكن أجيب سؤال أو ما يقول لك إيه؟ لا يوجد فرق بين البحث التطبيقي والبحث الأساسي. ألف العبارة صحيح، ب العبارة خطأ. يبقى العبارة خطأ لأن طبعًا هناك فرق بينهما. مش كده ولا إيه؟ ممكن أقوم أجيبها في سؤال آخر. يتمثل الفرق بين البحث التطبيقي والبحث الأساسي في أن البحث التطبيقي يهدف إلى الحصول على معرفة وفهم الظاهرة والمشاكل التي تحدث في عدة مواقع، بينما البحث الأساسي يهدف لحل مشكلة حالية. ألف العبارة صحيح، ب العبارة خطأ.
طبعا العبارة خطأ. ليه؟ لأن العكس هو الإيه؟ العكس هو الصحيح. تمام؟ أنا أتوقف بهذا القدر أبنائي وبناتي الأفاضل، وإن شاء الرحمن في اللقاء القادم سنتناول فيه لخصائص البحث الإيه؟ لخصائص البحث العلمي. هل هناك أي سؤال أو استفسار أبنائي وبناتي الأفاضل؟ هل هناك أي سؤال أو استفسار أبنائي وبناتي الأفاضل؟ إلى أن نلتقي بحضراتكم في اللقاء القادم بمشيئة المولى عز وجل يوم الأربعاء القادم في تمام الساعة 5 بمشيئة المولى عز وجل. أترككم في رعاية الله وأمنه، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.